قبالة المحيط الهندي المحاذي لسواحل جنوب اليمن، تتألق محمية شرما كجوهرة طبيعية بين رمال حضرموت، حيث تلتقي الأمواج مع الشقوق الصخرية التي حفرتها عبر الزمن والتي أخذت الاسم منها شرم. في عام 2001 اعتمدتها الحكومة اليمنية محمية طبيعية، وبعد عام أضافتها اليونسكو إلى مواقع التراث العالمي المؤقتة في اليمن، كما أظهرت عمليات مسح وتنقيب قامت بها بعثة فرنسية منذ العام 2001 حتى العام 2006 حقيقة مهمة، وهي أن منطقة شرمة وما حولها قد استوطنت في أوقات مختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث. تعد المحمية موطناً للطيور المهاجرة التي تجد في عزلتها الجغرافية بيئة مثالية للاستقرار، كما تعد موطناً للعديد من السلاحف النادرة المهددة بالانقراض بسبب القتل وسرقة بيوضها. هذا الجمال الذي يجمع الطبيعة والتاريخ يدعو إلى ضرورة حمايته وسن القوانين التي تحد من الصيد والممارسات العشوائية وسط محمية شرمة للحفاظ عليها كموطن للجمال والحيوانات النادرة.